طيب بمناسبة رمضان والمسامح كريم، هتقول لي مين المسامح كريم وسامحني؟ يعني اعتقد اي حد انا ممكن شايف ان انا مثلا الحمد لله يعني ان انا ما بظلمش حد، بس لو حد فاكر خصوصا انت عارف يعني كوره ولعيبه الكوره دول لذيذ ولاد لذينه يعني يقول لك ده ظلمني، طبعا مش مقصوده خالص، فاقول لهم المسامح كريم وربنا يعني كريم جدا وكل سنه وانتم طيبين. طب مين هتقول له المسامح كريم وانا اتنازلت عن حقي وسامحتك؟ لا ده كتير كتير الحمد لله كتير الحمد لله يا بخت من بيت مظلوم. طبعا لا كتير، انا اقول لهم كده الحقيقه كتير. طبعا ابرزهم يعني مسؤولين شركه دخان الحقيقه. مسؤول التجربه دي مراره عندك، انا بحس بيك في كل مره. لا ده سرق وتعب يا دكتور، سرق وتعب. الحقيقه يعني سنتين صعود وانا مشيت مش كوره يعني مشيت يعني اسباب وحاجات ملتويه الحقيقه انا ما ينفعش اعمل حاجه يعني. طيب هنيجي لفكرة صح أو غلط، رحلت عن الأهلي بسبب بومفرير. صح صح. إيه اللي حصل؟ هو من المدربين الهولنديين اللي بيهتموا باللاعب القوة البدنية، وهي دي القوة البدنية اللي مشيته كمان. يعني الحقيقة احنا كنا دايما نادي الأهلي عنده لعيبة كويسة، هو ما كانش مقتنع بيها مع إني كان بينزلني وكنت بكسبه، وكنت ألاقي أفاجئ الماتش اللي بعديه يقعدني احتياطي. من الحقيقة برضو من النقلات اللي أنا في وجهة نظري لو كان ربنا كاتب لي يعني خير تاني في النادي الأهلي ممكن ما كنتش أمشي في النادي الأهلي لحد ما أبطل. طيب برضو صح أو غلط، مباراة إم بي الشهيرة تسببت في ضياع الدوري، كان هناك أشياء قبلها. كان في ظلم. ظلم. طبعًا. كان في ناس تستحق تلعب منهم انا. ويمكن كابتن علاء ابو صادق من كان مدير كره اوقات وقتها وقال له خد علاء ابراهيم، علاء ابراهيم لازم يلعب. قال له لا. قال له لا. كان له اسباب. انت عارف يعني النادي الاهلي شغال بسيستم، فهو بيقول له كده بس يقترح، لكن عشان يخش في المناقشات دي مش في النادي الاهلي. طيب صح او غلط ان بعض نجوم النادي الاهلي في الوقت ده كانوا بيضغطوا على الجهاز الفني لعدم اشراك علاء ابراهيم كاساسي في الفريق؟ لا يعني غلط طبعا، لان النادي الاهلي لا ما فيش لعيب يقدر كده، لان احنا كلنا كنا بنحب بعض الحقيقه، لكن هي كانت قناعات المدير الفني بومفرير. طيب صح او غلط، حلمي ان انا في يوم من الايام ابقى مدير فني للمنتخب الوطني او النادي الاهلي؟ لا هو النادي الاهلي، لكن منتخب ابعد من كده يعني، لكن حلمي ان انا ابقى موجود في جهاز النادي الاهلي. موجود في جهاز النادي الاهلي كرجل اول في يوم من الايام؟ اي حاجه بالنسبه لي النادي الاهلي، اي حاجه اكون موجود. بتعشق انت النادي الاهلي جدا جدا جدا، على الرغم ان انت حسيت ان انت اتظلمت برضو في فتره من الفترات. ظلمت مش اقدر اقول الظلم، لكن هو انت النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في اللي احنا فيه لحد دلوقتي. فاحنا صعيده بنشيل الجميل زي ما بنقول. فطبعا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. طيب هتختار لي واحد من ثلاثة افضل مدير فني اتعلمت منه، كابتن الجوهري، كابتن مختار مانويل جوزيه. مانويل جوزيه طبعا. ايه اللي كان بيميز مانويل جوزيه؟ شوف هو كان مدرسه جديده الحقيقه، الوقت ده كان مدرسة جديدة، وكان عنده مشكلة بس في السنة الأولى إنه كان لسه ما شافش طبيعة اللعب المصري والأجواء المصرية، لكن لما خد بعد كده حقق نجاحات كبيرة جدا، مع إن السنة دي خدنا بطولة أفريقيا بس طلعنا من الكأس وما خدناش الدوري، لكن لما خد بعد كده طبعا عمل النجاحات بتاعة مانويل جوزيه، لكن هو كفكر لا، فكرة اتعلمت منه معظم شغلي من 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 مانويل جوزيه. طيب افضل مهاجم في مصر حاليا، كهربا، مصطفى محمد، مروان حمدي؟ مصطفى محمد طبعا. مميزات مصطفى محمد من وجهه نظرك؟ مصطفى محمد من بلغه الكوره محطه قويه جدا، هيدرز، ممكن مش احسن حاجه بس في الشغل طبعا الروح والقلب وجدعنه، هي بس طبيعه اللاعب المصري حته الاكتفاء اللي انا مش عايز اشوفها في اي لاعب مصري، ما شفتهاش الا في محمد صلاح، بس ما عندوش اكتفاء، عشان كده وصل لمكان بعيد قوي. يا ريت مصطفى محمد ما يكونش عنده الاكتفاء باللي اتعمل، لان انا بحس ان هو بيعمل ماتشات كويسه قوي وتلاقي الماتش الثاني اللي بعديه مريح او مش هو ده، لان مصطفى محمد امكانياته الفنيه والمهاريه مش اعلى حاجه، اللي بتعليه حته القلب والروح والقتال، فلما بتقل بيبقى خارج بعيد عن المستوى. من خلال ذكرت محمد صلاح،
مين من قبل كده من لاعبتنا المحترفين او من لاعبينا المحترفين اللي كان ممكن يستمر ويقدم اللي بيقدمه صلاح، لكن فكره زي ما انت قلت هو اللي خلاه يخلص بدري ويرجع مصر برضه؟ لا هو مش عايز اقول فكره، بس انا عايز اقول ان عبد الستار صبري كان حاجه تانية خالص، كان لعيب حاوي. ده واحد صبري وزيدان الاثنين دول يعني لا يعني حاجه حتى تانية. زيدان لا، ما عبد الستار صبري انا لعبت معاه في المنتخب لا لا كان حاجه كبيره جدا يعني، انا اعتقد كان يعني احترام الصلاح طبعا لا كان هو في حته تانية خالص. فكان غريب ان هو ما يوصلش لمكانه كبيره يعني. عمرو زكي كان ممكن يكمل اكتر من كده يا كابتن؟ عمرو زكي صعب جدا يعني. عمرو زكي مشكلته تفكيره ودماغه هو ده اللي وصله للي هو فيه. لكن عمرو زكي كان من الفراودة برضو اللي كان ممكن يوصله لحته بعيده قوي. مين افضل مدير فني مصري في الدوري حاليا من وجهه نظرك؟ واحد من ثلاثه، ايمن رمادي، علي ماهر، ايهاب جلال؟ لا ايمن رمادي طبعا. ايمن رمادي طبعا. لاسباب نتائجه، فكره متجدد، طريقه تعامله مع اللعيبه، لان خلي بالك يا دكتور المدرب مش فني بس، المدرب مجموعه عوامل هي اللي انت بتنجحك. اعتقد دايما رمادي ناجح فيها بشكل كبير جدا. طيب كولر، هل هو من وجهه نظرك افضل من جوزيه؟ زي جوزيه ولا لسه قدامه كتير عشان يوصل لجوزيه؟ لا هو لسه قدامه كتير قوي قوي، مع ان السن يعني هو كبير قوي على بال ما يوصل له يكون يعني خلص خالص. لا هو يعني انا ما بيعجبنيش في كولر، حاسس ان هو متناقض في كلامه يعني. يقعد مع كهربا يقول له انت الفرود رقم 3 عندي، وفجاه الاقي موديست معاه ويجي مبدا كهربا. انت ايه رايك في موديست الاول؟ لا قليل جدا طبعا، مش كرسة. هو مش للنادي الاهلي؟ لا طب كارثه التعاقد نفسه معاه، الحقيقه عليه علامات استفهام كتيره جدا يعني. احنا محتاجين راس حربه يعني، محتاجين حتى وسام ابو علي. ليه نظره المهاجمين في مصر؟ انت ما سمعتش زمان؟ انت ما سمعتش دي؟ وسام ابو علي حتى برضه انا شايفه برضه مش انا سمعتها بس عديتها، قلت يعني نديله الفرصه. لا